بيجين داكسينغ إنترناشونال إيربورت. ما تراه على شاشة الآن ليس مشهدا من أحد أفلام الخيال العلمي، ولكنه مطار بكين داكسينغ الدولي، والذي تم افتتاحه في عام 2019، وهو مصمم على شكل نجم البحر. يعتبر مطار بكين داكسينغ مركز نقل عملاق، فهو يعد الأكبر في العالم، كما يجمع بين مزايا المطارات وقطارات الأنفاق ومحطة القطار والطرق السريعة. من المتوقع أن يخدم المطار حوالي 100 مليون مسافر سنويا. تبلغ التكلفة التقديرية للبناء ما يصل إلى 17 مليار ونصف مليار دولار. بني المطار على مساحة 29 كيلومتر مربع تقريبا. تصميم المبنى من الداخل رائع وعصري، ومتوفر به جميع وسائل الترفيه والراحة للمسافرين، فهو يحتوي على فنادق وصالات ومناطق خاصة لألعاب الأطفال ومقاهي ومتاجر وعيادات طبية وحتى غرف لممارسة رياضة اليوغا، بالإضافة إلى حدائق مصممة على الطراز الصيني التقليدي. جيجا برلين. كالعادة يبهرنا المهندس والملياردير مؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، والذي يشارك في المشروع الضخم والمعروف بجيجا برلين. وعلى شاشة يظهر مصنع تسلا الأوروبي الخاص بالمشروع، والذي تم افتتاحه في 22 من شهر مارس من العام الجاري. وقد حضر المستشار الألماني أولف شولتس حفل الافتتاح، وخلال الحفل تسلم أول 30 مشتر مفاتيح سياراتهم الجديدة. بني المصنع على مساحة 2 كيلومتر مربع تقريبا. في الأصل كان هذا المكان مخصص لإنتاج سيارات BMW، ولكن فيما بعد تم النقل إلى موقع آخر. من المقرر أنه في حال سير الأمور وفقا للخطة، فسوف ينتج المصنع ما يصل إلى 500 ألف سيارة سنويا، بالإضافة إلى البطاريات والقطارات التي تعمل بالطاقة الكهربية. ساهم المشروع في خلق أكثر من 12 ألف فرصة عمل جديدة. جدير بالذكر أن فرص العمل ما زالت متاحة بالفعل على موقع الشركة. مردكا 118. بالتأكيد يعرف الجميع البرج الغني عن التعريف برج خليفة بدبي، أعلى ناطحة سحاب في العالم. ولكن هل تعرفون ما هي ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم؟ الجواب هو برج مردكا 118 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. في الواقع ما زال البرج تحت الإنشاء. يبلغ ارتفاع البرج حتى أعلى القمة حوالي 679 متر. بدأ البناء في عام 2014، وحتى الآن تم إنجاز 85% تقريبا من البناء، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية هذا العام. وصف المهندسون المشروع بأنه من أكثر المشروعات الإنشائية تعقيدا، فعلى سبيل المثال يستغرق الأمر حوالي 3 أيام من التحضير لرفع بعض الأحمال، ويمكن أن تستغرق عملية الرفع نفسها من 2 إلى 3 ساعات. يدمج التصميم الثقافة المحلية مع التصميمات العصرية. على سبيل المثال تستخدم الألواح الزجاجية المثلثة على الواجهة، وهي مستوحاة من الفنون والحرف اليدوية الماليزية. في داخل المبنى من المقرر أن يتم فتح مركز تسوق وفندق ومتحف ومسجد أيضا، هذا بالإضافة إلى أعلى منصة مراقبة في جنوب شرق آسيا. أيدا نوفا. وإلى ألمانيا. في أغسطس من العام 2018 تم إطلاق سفينة الرحلات البحرية العملاقة أيدا نوفا. المدهش حيال تلك السفينة ليس حجمها فحسب، ولكن ميزتها الرئيسية هي المحركات الهجينة، وهي تحتوي في المجمل على 4 محركات. تعد أيدا نوفا هي أول سفينة سياحية في العالم تستخدم الغاز الطبيعي المسال فقط كوقود. وإذا لزم الأمر من الممكن أن تتحول إلى استهلاك زيت الوقود التقليدي. في داخل السفينة توجد أكثر من 2600 كابينة، وهي تتسع ل 6654 راكبا و 1646 فرد من أفراد الطاقم. تبلغ السرعة القصوى للسفينة أيدا نوفا حوالي 20 ميلا في الساعة، ويبلغ طولها 337 متر تقريبا. في الواقع السفينة عبارة عن تحفة هندسية عملاقة، ويذكر أن عدد العمال والمهندسين المنجزين لهذا العمل الرائع داخل حوض السفن قد وصل إلى 3000 شخص يعملون في نفس الوقت.
دوغر بانك ويند فارم، مشروع تم إنشاؤه على أيدي مهندسين بريطانيين. يقول المسؤولون أنه إذا سارت الأمور وفقا للخطة فإنه سوف تتوفر الطاقة لنحو 6 ملايين منزل. ببساطة المشروع هو عبارة عن بناء عدة مزارع رياح ساحلية في أكبر مساحة رملية في بحر الشمال والمعروفة باسم دوغر بانك. يبلغ إجمالي الساعة التراكمية حسب المشروع حوالي 3.6 جيجاوات، ولتحقيق في هذا الرقم فلا بد من استخدام هذه التوربينات. من المقرر تركيب حوالي 190 توربينا بقطر 6 أمتار خلال المرحلة الأولى من المشروع. بدأ مد الكابلات الخاصة بالفعل في إبريل من العام الجاري. المشروع مثير للاهتمام ليس فقط بالنسبة لسكان لندن بل لسكان برلين وكوبنهاجن وأمستردام، حيث يمكن لسكان هذه المدن الاستفادة من الطاقة الناتجة من المشروع. يدرس المهندسون أيضا إمكانية بناء جزر اصطناعية في المنطقة وإنشاء مركز طاقة ضخمة لصالح المناطق المجاورة وغيرها. World's Largest Radio Telescope aka FAST. في الصين تم بناء أضخم تلسكوب لاسلكي في العالم بهدف دراسة مبادئ تكوين المجرات وتطورها والتعرف على أصل الكون والبحث عن حضارات خارج كوكب الأرض. بدأ تطوير التلسكوب في عام 1994 وتم الإطلاق رسميا في يناير من عام 2020. وفي يوم 31 من مارس لعام 2021 تم فتح التلسكوب للعلماء من جميع أنحاء العالم، حيث أصبح بإمكان كل عالم تقديم طلب المراقبة الخاص به. يبلغ قطر التلسكوب 501 متر وقد تكلف بناؤه أكثر من 185 مليون دولار. من الحقائق المثيرة عن هذا المشروع أنه أثناء البناء كان لابد من اللجوء إلى بعض الحيل الغريبة التي تحتاج إلى بعض البراعة أيضا، مثل استخدام بالونات الهيليوم بقطر 8 أمتار لنقل العمال من وإلى موقع العمل. على سطح التلسكوب تم تركيب 4450 لوح مثلث، وقد تم استخدام الروبوتات أيضا للتحكم في شد الكابلات. حقيقة أخرى عن اسم هذا المشروع والمعروف بفاست، يقال أنه للمشروع اسم آخر صيني وهو تيانيان أي عين السماء باللغة الصينية. مرسيدس بنز ستاديوم. تشاهدون الآن استاد مرسيدس بنز الواقع في مدينة أتلانتا الأمريكية. استمرت عملية البناء منذ العام 2014 وحتى عام 2017، وقد بلغت التكلفة الكلية للبناء حوالي 1.6 مليار دولار. يتميز المبنى بسقفه المنزلق الفريد والمتكون من 8 بتلات يبلغ مجموع وزنها 4000 طن، يتحرك كل منها في مسارها الخاص وبسرعتها الخاصة أيضا. ومع ذلك فإن الكثيرين يعتقدون أن السقف يدور ولكنه في الواقع لا يدور، وهذا وفقا لبيل جونسون المهندس الرئيسي للمشروع والذي يقول أن جميع البتلات تنزلق في خط مستقيم. الاستاد قادر على التحول وتغيير سعته، فهو يتسع ل 71,000 متفرج لكرة القدم الأمريكية و 40,000 متفرج لكرة القدم العادية. المبنى متوفر به أيضا جميع الرفاهيات ووسائل الراحة للمشجعين، فهناك حوالي 1800 نقطة اتصال واي فاي. وللعثور على مقعدك بين الصفوف بشكل أسهل يمكنك استخدام برنامج خاص يعرف بـ Ask Arthur، كما يساعدك هذا البرنامج أيضا في العثور على الاتجاهات في داخل المبنى. داخل الاستاد أيضا لا تستخدم التذاكر العادية بل بطاقات تفاعلية خاصة. كاليفورنيا هاي سبيد ريل. في كاليفورنيا يتم حاليا تنفيذ مشروع للسكك الحديدية عالية السرعة مع بنية تحتية قوية بالطبع، والتي من المقرر الانتهاء منها في عام 2029. من المتوقع أن يبلغ الطول الإجمالي للشبكة 1300 كيلومتر تقريبا لتخدم أكثر من 100 مليون مسافر. قدرت التكلفة الحالية للمشروع بحوالي 77 مليار دولار. لإتمام المشروع لابد من بناء
عدد من الجسور كما نرى على الشاشة الآن، بالإضافة إلى أكثر من 25 محطة. كذلك يجب شراء قطارات على أحدث طراز، والتي من المتوقع أن تصل سرعتها إلى 322 كيلومتر في الساعة. على الجانب الآخر، صرح المسؤولون أن المشروع بالفعل كان وما زال موضع انتقادات، حيث أشارت العديد من الصحف الأمريكية إلى تجاوز التكاليف للحد المعقول، بالإضافة إلى حقيقة وجود العديد من المشكلات الخاصة بالتحكم في العمل. دوج بريدج، مشروع صيني يعرف بجسر دوج. يربط هذا الجسر العملاق المكون من 4 حارات بالكابلات ضفاف نهر بايبان، وهو يمتد بطول 1340 متر. حطم الجسر عددا من الأرقام القياسية. في عام 2018 سجل الجسر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى جسر في العالم بارتفاع 565 متر فوق النهر. كذلك فهو يعتبر واحدا من أوائل الجسور في آسيا التي تم بناؤها في مناطق جبلية. بالإضافة إلى ذلك، تقدمت الشركة المنشئة بطلب للحصول على 13 براءة اختراع وستة حقوق خاصة بنشر البرمجيات. بحسب أسعار الصرف الحالية، بلغت تكلفة جسر دوج حوالي 1.2 مليار دولار. لذا فإنه هناك رسوم لعبور الجسر، حيث أنه عليك دفع 3 دولارات للعبور. ستينواي تاور. يقع برج ستينواي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد أنحف ناطحة سحاب في العالم. يقع المبنى على مساحة 32 متر في 61 متر، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة سلة تقريبا، وتبلغ نسبة عرض المبنى للارتفاع 1:24. يبلغ ارتفاع ناطحة السحاب 435 متر، ويتتكون من 84 طابق. كان على العمال إتقان العمل على الواجهة، بما في ذلك تركيب التقريم الفريد المزخرف بزخارف من البرونز. تستوعب ناطحة السحاب ستينواي 60 مسكن فاخر، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية وحوض للسباحة، بجانب قاعة خاصة للحفلات الموسيقية، والتي تعد أيضا بمثابة منصة لاستعراض التراث الثقافي. جدير بالذكر أن الناطحة مبنية في موقع يعرف بصالون بيانو، وهو يشتهر بكونه المكان الذي كان يقيم به الموسيقار تشايكوفسكي حفلاته الموسيقية. بون جاك شابان دوما. في مدينة بوردو الفرنسية تحديدا في عام 2013 أنشئ مشروع ضخم، وهو جسر عملاق ميزته الرئيسية هي احتوائه على مصعد عمودي. في نفس العام حصل الجسر على لقب أطول جسر رفع عمودي في أوروبا. حضر افتتاح الجسر الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا أولاند. تم تسمية الجسر تيمنا بالسياسي الشهير وحاكم بلدية بوردو السابق جاك شابان دوما. وفقا للمتخصصين، فقد كان من الضروري التأكد أولا من ملائمة الجسر هندسيا لطبيعة الموقع. يبلغ طول الجسر 575 متر، ويتراوح عرضه ما بين 32 و45 متر. الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه يمكنه الصعود إلى ارتفاع يصل إلى 60 متر خلال 11 دقيقة. يتم التحكم بالنظام من خلال الكمبيوتر، وتعرض البيانات على شاشات من خلال كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار المختلفة. كذلك يتغير لون الإضاءة حسب المد. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات أي من المشروعات المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.